سلم محافظ شمال سيناء خالد مجاور عقود عشرين منزلا بدويا بحي الصبيحات بقرية التلول في مركز بئر العبد للمواطنين المستحقين وذلك بعد بنائها بتكلفة بلغت 12 مليون جنيه وأوضح المحافظ أن المنازل البدوية تتناسب مع طبيعة السكان في المنطقة جاء ذلك خلال زيارة المحافظ إلى مركز ومدينة بئر العبد حيث تفقد مستشفى الطوارئ ودار المناسبات برمانة ومستشفى البئر العبد التخصصي ومدرسة التربية الخاصة بجانب لقاء المواطنين والمرضى الفلسطينيين